هذا سائل يقول: بعض الناس يحرجوننا بكلمة، وهي أنه إذا أراد مني شيئا فيقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تفعل كذا، فهل يجب علي أن أجيبه إذا قال هذه اللفظة؟ هذا إحراج، ولكن إذا سألك بالله فأعطه. قال صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأجيبوه، تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.